تتوقع مين يكون بطل دوري ابطال افريقيا السنه دي؟ يعني من وجهه نظري انا اصلا اهلاوي ابا عن جد يعني، فمتوقع ان شاء الله الاهلي هو اللي ياخد دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان شاء الله يكون السنه دي بطل افريقيا يكون نادي الزمالك. المفروض اللي هو عندك الترجي برضو صاحب النسخه اللي فاتت في البطوله، عندك الاهلي، عندك الزمالك. الاهلي مستواه حلو قوي في الدوري، مستواه حلو في الكاس، ماشي وخطه ثابته. الزمالك برضو نفس النظام، عنده تشكيله نجوم عاليه جدا. الفرق الاقوى هي طبعا معروفه الصن داونز، لان هي يعتبر اخر البطوله هي اللي واخداها، والاهلي والزمالك هم يعتبر اقوى البطولات او اقوى الانديه اللي حصلت على بطوله افريقيا وكده. اتوقع مين هو في فرق قويه زي مازيمبي، الاهلي السنوات الماضيه، يعني مش عايز الاهلي طبعا عشان الزمالكاوي، فممكن فرقه تانية. الزمالك بيمر بفتره كويسه جدا في يعني على مدار عصره، عنده لعيبه كويسه، في مدرب يعني شغال كويس معاهم، وان شاء الله باذن الله تعالى هيحصل عليها السنه دي. اهلي ان شاء الله. ليه الاهلي؟ عشان هو يعني في الفتره دي هو كويس جدا، والمدرب ماشي معاهم بشكل كويس، واللعيبه مركزه، وان شاء الله هياخدوا البطوله عشان هي ضاعت مننا، واحنا لازم البطوله اللي نضيعها نرجعها للنادي الاهلي. بالطبيعي ان الاهلي اقوى تشكيله السنه دي في دوري ابطال افريقيا، وده اقوى جيل جه من سنه 2013. تمام، عندنا في كل المراكز بدلاء ليهم، فانا برشح ان الاهلي هو اللي يكون يعني ياخد البطوله دي، ده بالتاكيد ان شاء الله. يعني اتوقع بتهيألي الاهلي اللي ممكن يفوز. الاهلي مستقر وعنده لعيبه كويسين والمدرب بتاعهم كويس. يعني النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله كده ناخد الدوري ودوري ابطال افريقيا والسوبر وكل حاجه ان شاء الله السنه دي. الزمالك والاهلي ادين كويس وماشيين كويس، والسلبيات بتعالج، يعني احنا برضو بنعالج بنشوف سلبيات، بس الحمد لله بنلاقي فريقنا اذا كان الاهلي او الزمالك بيعرف يعالج السلبيات دي، وان شاء الله ان شاء الله يعني يا رب يوصلوا النهائي مع بعض. يعني احنا يهمنا ان يوصلوا نهائي وفرقه من مصر تاخدها،